حملة أيام التلقيح الوطنية لمتابعة الأطفال المتسربين من عمر يوم حتى 5 سنوات انطلقت في كافة المراكز الصحية بريف محافظة إدلب المحرر ومن خلال الفرق الجوالة لإيصال اللقاح لكافة الأطفال. بدأت مديرية صحة إدلب الاستعداد لتنفيذ حملة متابعة المتسربين باللقاح الروتيني طبعا، وتمت استعدادات الفريق بالتجهيزات اللازمة من الكادر البشري واللقاحات وكافة مستلزمات التلقيح. اليوم معنا حملة لمتابعة المتسربين من تاريخ 12 ولغاية 16 آذار 2023 لتقييم الحالة التلقيحية لدى الأطفال دون 5 سنوات. لدينا في ريف إدلب المحرر 5250 طفل دون 5 سنوات و850 طفل دون السنة لتقييم حالتهم التلقيحية، ونتوقع الوصول ل 725 طفل متسرب جزئي و125 طفل متسرب كلي من خلال الفرق الجوالة. مديرية الصحة وضعت خطة للوصول إلى الأطفال الموجودين في أكثر من 150 قرية ومزرعة وتجمع سكاني من خلال 7 فرق جوالة لتقديم اللقاح للأطفال المستهدفين بالحملة، والبالغ عددهم نحو 850 طفلا دون عمر السنة وأكثر من 5000 طفل دون 5 سنوات. حسام الشاب، الإخبارية السورية، مدينة خان شيخون.